بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، اليوم راح أشرح لكم طريقة اللوجن لبرنامج أو تطبيق الكلاس ماركر. بعد ما سجلت جميع الطلاب، تم إرسال إيميل لكل طالب. فأي طالب، هسه أني أيضا واحد من الطلاب، هذا إيميلي. فأني لو كنت طالب، أروح على الإيميل مالتي جيميل وأدخل بالإيميل، أسوي لوجن بالإيميل، راح ألقى واصلني إيميل من تطبيق الكلاس ماركر. هذا الإيميل واصلني وهو your login details. أدخل بالإيميل أنا كطالب هسه حاليا، ألقى هاي محمد علي أي اسم، وهذا هو الرابط مال الكلاس ماركر، وهذا هو اليوزر نيم مالتي داز لي، والباسورد، ويدز لي الباسورد أيضا. فبكل بساطة نروح نسوي كليك على الرابط، راح ينفتح تطبيق على الإنترنت الكلاس ماركر، واخذ اليوزر نيم. هذا اليوزر نيم اسوي له كوبي واخليه هنا بال اليوزر نيم الخاص اكتبه، وارجع اسوي كوبي للباسورد. هذا الباسورد كوبي، وارجع اخليه بمكان الباسورد كنترول في، واسوي ببساطه لوجن. راح ادخل بحسابي اني كطالب. اوكي، هسه هذا الحساب الخاص مالتي، أنا ضمن جروب اسمه مايكرو بروسيسور 1 سكند يير، السنة الدراسية 2021. حاليا كطالب ماكو أي امتحان، no tests are currently available to take under this group. غدا إن شاء الله السبت من يتعين لكم الامتحان الساعة 8 صباحا. من تدخل للكلاس ماركر بنفس الطريقة، تروح على الإيميل يوزر نيم باسورد وتدخل، طبعا ذني يفضل تحفظهن حتى ما تنساهن. ومن تدخل راح تلقى هنا فد ايكون ازرق ستارت اكزام، بس تضغط عليه وتبدا الامتحان. ان شاء الله راح ادزلكم فيديو اخر اكون بينفعل فد امتحان تيست بسيط، وانتم ايضا تجربوه من يومكم راح تشوفون شلون. اوكي، شكرا.